رسالة قيمة في محاسبة النفس ومراجعة الأعمال وتجديد الإيمان، تتضمن أعمالاً صالحة على شكل أسئلة وأجوبة تحت عنوان 72 عملاً صالحاً. هذه الرسالة المفيدة تساعدك على مراجعة أعمال يومك من الاستيقاظ وحتى النوم، تربية نفسك ومحاسبتها على هذا المنوال المتجدد الذي يعتقها من رق الهوى والشيطان. ثالثاً، تنظيم نشاطاتك وفعالياتك اليومية بشكل جيد. رابعاً، التزود من الأعمال الصالحة والاستعداد ليوم المعاد. لذا احصل على هذه الرسالة الآن واضبط حياتك وفقاً لمنهجها.